على رمال ساخنة يتحرك الجنوب الليبي الغني بالنفط والمياه الجوفية والثروات المنجمية هذه الأيام. عملية عسكرية أطلقتها القيادة العامة في المناطق الحدودية مع تشاد زادت المخاوف من تحول جنوب البلاد إلى قاعدة خلفية للعملية العسكرية للعناصر المعارضة لأنظمة الحكم في الدول المجاورة، أو ربما ساحة صراع دولي ملتهبة في وقت تسعى فيه روسيا إلى زيادة توسيع نفوذها في القارة الأفريقية من خلال الإبقاء على مجموعة فاغنر في ليبيا تحت سيطرة موسكو. قرابة 1800 كيلومتر هي مساحة الحدود مع كل من تشاد والنيجر والسودان، مساحة شاسعة تستوجب إمكانيات كبيرة ومتطورة لحمايتها. فتأمين الحدود الآن ضرورة قصوى أصبح لمنع انتشار لهيب الاشتباكات، وحتى لا تكون الحرب والفوضى هي القوى القاهرة التي تنسف بالانتخابات المنشودة التي يبدو أن الاقتراب منها خطر موت. فكلما تحرك المسار السياسي في البلاد إلا وضغط على الزر الأمني ليلفظ بعيدا بالموعد الانتخابي. مواقف المبعوث الأممي عبد الله بتيلي من المسار السياسي تتغير بين الفينة والأخرى، وأحيانا تتناقض وبالمكشوف وربما بسبب ضغوطات. فبعد تصريحات سابقة ها هو يفسر إحاطته الأخيرة ويقول إن مقصده تشكيل حكومة موحدة وليس حكومة مؤقتة أخرى. فماذا يحدث في الكواليس ولماذا يتخبط بتيلي في تصريحاته؟ أهلا بكم في هذا المساء. قبل التطرق مشاهدينا إلى تفاصيل موضوعنا لهذه الليلة، وقبل أن نبدأ ونفتح باب النقاش مع ضيوفنا، أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير من أعداد الزميلة سماح البحيحي. ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، وثمة حاجة ماسة وعاجلة لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات. هكذا قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله بتيلي في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة. يزيد السنغالي على ذلك ويقول إن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، بل هي مسألة سياسية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات. وعبر المبعوث الأممي عن خشيته من أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعاً تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها، منوهاً إلى قلق الشعب الليبي من هذا الأمر، ومطالباً المجتمع الدولي بالاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا. وشدد بتيلي على أن الشعب الليبي يتوق إلى السلام والاستقرار ويريد الانتخابات كونها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية، معتبراً أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع، مشيرا إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب، بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب. وقال السنغالي أن الشارع الليبي لا يريد المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه، إنهم يريدون حكومة واحدة وجيشا واحدا وجهازا أمنيا واحدا لليبيا. يأتي ذلك فيما تشهد الحدود الجنوبية الليبية تطورات هامة مع تشاد، منذ منتصف أغسطس الجاري بلغت ذروتها مع أعلان قوات القيادة العامة يوم أمس إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، واعتبرت القيادة العامة أن هدفها الأساسي هو تطهير جنوب البلاد من العصابات المسلحة الأجنبية، وأن العمليات العسكرية الأخيرة يراد من خلالها حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة. أما وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد فقد أعلنت حالة الطوارئ ورفعت الاستعدادات للدرجة القصوى في المنطقة الجنوبية خصوصاً بالمدن القريبة من الحدود مع النيجر، مؤكدة أن العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من الداخل. إذا
إذن مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ونناقش الليلة محورين أساسيتين أو أساسيين: تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والعملية العسكرية في الجنوب بقيادة القيادة العامة. مواضيع نناقشها مع كل من رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية السيد خالد الترجمان، والكاتب الصحفي كامل المرعاش، والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الباسط المصري. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. البداية مع السيد خالد الترجمان. إذن سيد خالد، في آخر تصريح له يقول باتيلي أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات واستعادة الاستقرار. إذن هذا التصريح خلق حالة من الدهشة نوعا ما لدى الكثيرين، حيث أنه يناقض ما جاء في فحوى الإحاطة التي أصر من خلالها على وجوب تشكيل حكومة جديدة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات. إذن سيد خالد، كيف تقرؤون هذا التغيير في موقف البعثة الأممية؟ أهلا بك سيدتي وبضيوفك الكرام ومشاهديك الأكارم. على كل حال، باتيلي كغيره من المبعوثين الأمميين يقع في كما يقول أخواننا الشوام في حسبيس بدون شك، عندما لا تكون الخطوط واضحة بالنسبة للدول المهيمنة على المشهد في ليبيا. يبدو أنه فقد البوصلة من خلال عدم التعاطي مع الكثير من الأحداث المتسارعة على المشهد الليبي، وبالتالي يجد نفسه أنه يبتعد أو تأخر خطوات عن المشهد في ليبيا. تحدث عن الاجتماع الثلاثي واعتبره خطوة هامة، تحدث عن 6 مقابل 6 واعتبرها خطوة كذلك إيجابية وتحتاج لتعديل بعض البنود وبعض الأشياء، تحدث عن حكومة تذهب بنا إلى انتخابات محددة، الآن يتحدث عن حكومة اتفاق ما بين الأطراف السياسية الموجودة وكأنها حكومة مشتركة ما بين حكومة مجلس النواب وحكومة الدبيبة. هذه الأمور تعطينا دلالة واضحة على أن علينا نحن كليبيين أن نعتمد على أنفسنا بشكل قاطع. لم يعد هناك إمكانية للركون إلى البعثة الأممية أو لهذه الدول في حالة مشاكلنا، وبالتالي أنا أتأسى تماما عمن لا زالوا يتطلعون للبعثة الأممية أو يتطلعون لهذه الدول أن في إمكانها العمل على حلحلة أو على مساعدتنا للخروج من هذه الأزمة. رغم أن هناك يقين تقريبا سيد خالد الترجمان من الجميع، قلت من الجميع تقريبا أن البعثة الأممية ليست موجودة لإيجاد حل، وكما قلت ليس عبد الله باتيلي هو الوحيد أو الأول المبعوث الأممي الذي يكون موجود في ليبيا، بل أن المبعوث الأممي يجاري الأزمة فقط. أنتقل بهذه النقطة للدكتور عبد الباسط المصراتي. دكتور عبد الباسط مساء الخير. إذن تصريحات باتيلي يؤكد من خلالها أنه عندما يتحدث عن حكومة موحدة فهو لا يقصد حكومة مؤقتة أخرى، لأن البلاد حسب ما يقول لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة مؤقتة أخرى. برأيك هل يلمح باتيلي للصفقة التي سربت بين بلقاسم حفتر وإبراهيم دبيبة بدمج الحكومتين، وهل منها هذا ممكن يعني تنفيذه على الأرض؟ أهلا وسهلا بك أستاذة زينة، نحييك وأحيي ضيوفك الكرام وكل متابعين قناة الوسط الفضائية. أعتقد صوتي من صوت الدكتور خالد، أحييه على البعد في التحليل. باتيلي ما كان يوما ما يسعى إلى استقرار البلد. البلد ليس بمستقر سياسيا في ظل الانقسام السياسي في ليبيا، لا تفكر حتى بلحظة بشيء اسمه التغيير والإصلاح، وهناك تناقضات في كل الإحاطات والبيانات منذ تولي نظام البعثة، بعثة الدعم في ليبيا. وأعتقد أن المنطق السياسي، أساس المنطق هو العقل، مبدأ الهوية أولا، ثانيا عدم التناقض في الهوية نفسها، أي أن لا يكون الشيء وضده، ثالثا الوسطية في التناقض. هذا مبدأ المنطق السياسي الذي يكون محور ارتكاز لموضوع ليبيا بالذات، لأن هناك مناطق نفوذ وهي القوة والمقاومة. أعتقد أن تماها مع كل الأسام وهو المثلث
الآن التي يطفو على الصفح في بناء وصناعة استقرار ليبيا حتى يجده من عدم هو معدوم تماما. يعني عندما يتكلم عن طموحات الشعب الليبي، هل جلس مع طموحات مع الليبيون الذين وتحدث عن الطموحات نظرا للجولات التي قام بها في مختلف مناطق ليبيا حسب ما يقول؟ طبعا هذا كان الشيء يعني رأيناه من خلال الكواليس، ولكن من خلال ما موجود في الأرض لم نراه نهائي على الإطلاق. مؤسسات المجتمع المدني أصلا موقوفة بقرار وحكم قضائي وبقرار من وزارة الداخلية. يتكلم عن بعض الأحزاب في الاصطفافات، الاصطفاف لا يبني بلد. أصلا بعثة الأمم المتحدة جزء من الإشكال. من كان جزء من الإشكال، هل أستاذة زينة يكون جزءا من الحل؟ طيب اليوم هل بحديثة عن الحكومة الموحدة دكتور عبد الباسط، دعنا نبقى في موضوعنا، حديث بتيلي عن الحكومة الموحدة هل هو تلميح للصفقة التي دارت وتم الحديث عنها بشكل كبير في السابق بين الطرفين، يعني بين أدبيبة وبين حفتر، هل يلمح بتيلي لهذه الصفقة نوعا ما؟ أستاذة زينة أنا في صلب الموضوع، هذا تميع للقضية. هما ما ترك حكومة، هو أول ما تولى يعني أول ما تولى البعثة تكلم عن يعني تماهى حتى على بعض القرارات اللجنة التي صنعها وأسسها لجنة 6+6. ثم يتكلم على تمحيص وفرز وإعادة النظر في لجنة 6+6. من صناعة من لجنة 6+6؟ وعندما يتكلم في كل إحاطاته عن عدم تغيير الحكومة والآن يسعى إلى توحيد الحكومة مع من؟ يعني من يقصد؟ هل هو دبيبة أم محمد المنفي؟ من هو رئيس الحكومة الآن؟ طيب هو يعني كيف نستطيع أن نتكلم أو نتماهى على ما يقوله؟ هو يعيش حالة الوهم والتناقض. سنعود بعد قليل بهذه النقطة فيما يخص تصريحاته حول محمد المنفي عندما كان يتحدث خلال الإحاطة عن الدور السياسي الذي يقوم به المجلس الرئاسي، ثم في هذه التصريحات الأخيرة يتحدث عن ويشيد باللجنة العليا التي يترأسها المنفي. أذهب مع سيد كامل المرعاش. سيد كامل، إذن بتيلي أكد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، بل هي مسألة سياسية للغاية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين حسب قوله أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات. برأيك هذا الاجتماع الذي يسعى إليه المبعوث منذ مدة والذي لم يتحقق حتى الآن، هل هو فعلا الحل المنشود؟ أي أن كل الانقسامات ستتلاشى بمجرد جلوس حفتر وصالح ودبيبة وتكالة والمنفي؟ في البداية تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. قبل أن أرد على هذا السؤال لابد أن نذكر السيد بتيلي الذي أراد أن يعلمنا درس في كيف ليبيا ستقع في الفوضى وستطول مدة الفوضى. أقول له أن ليبيا هي في الفوضى حاليا، وأن أحد أسباب الفوضى في ليبيا هم أسلافه، وربما هو يساهم أيضا في هذه الفوضى. إذن ليبيا في الفوضى، ويعني تكهناته حول أنها أزمة الفوضى ستطول. نحن في عمق هذه الفوضى، وهذه الفوضى هو أحد أسبابها الآن. أما فيما يتعلق بموضوع صفقة، أنا لم أسمع بهذه الصفقة ولا أعلق على تكهنات هل هناك صفقة أو لا توجد صفقة. وإن وجدت هذه الصفقة، لماذا لا يتكلم عنها سيد بتيلي بكل وضوح؟ لماذا لا يصرح بها ويضعها ضمن جدول أعماله؟ ربما تكون المخرج، ربما تكون المخرج لتنظيم الانتخابات. أنا لست ضد هذه الفكرة أن توحد الحكومة. أنا ما يهمني في الأمر هو أن تكون هناك حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وتكون مهامها محددة ومدتها أيضا محددة، ويترك الخيار فيها للشعب الليبي، وأن تقوم هذه الانتخابات وتنظم بشكل نزيه وشفاف. من يكون على رأسها هذه مسألة أخرى، لكن يجب أن تحكمها قوانين معينة يصدرها مجلس
النواب. لكن التصريحات والتصريحات المتناقضة التي يخرج علينا بها السيد باتيلي من حين إلى آخر هي التي تدعونا إلى الشك في كل ما يقوله، وتدعونا أيضا إلى أن ندرك أن السيد باتيلي لديه أو يتعامل مع أجندات خارجية لليبيا ويصرح وفق هذه الأجندات. هناك أجندات خارجية تتحكم في الملف الليبي، وهو لا يستطيع أن يكشف هذه الأجندات ولكنه يتعامل معها، وهذا هو سر تناقض أو تناقضه في التصريحات. حسب المعلومات التي لدي طرح موضوع إعادة تشكيل حكومة جديدة، ولكن هناك طرف متدخل في ليبيا رفض هذه الفكرة كليا وهي تركيا. إذا كان لدي السيد باتيلي شجاعة فليواجه الجميع ويقول أن تركيا هي من ترفض تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني أن تركيا ليست معنية باستقرار ليبيا ولا تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، وأنها هي من تستفيد من حالة الفوضى وتريد لحالة الفوضى أن تستمر. فليقول لنا ما هو الموقف الأمريكي بعد الرفض التركي، لماذا أمريكا كانت متحمسة لتغيير الحكومة ثم الآن خفض هذا الصوت؟ هل هو الإصرار التركي؟ هل هي تريد أن تحافظ على الحليف التركي ضد روسيا؟ هل أصبحت ليبيا رقعة شطرنج يلعب عليها في قضايا دولية أخرى ليست ليبيا معنية بها؟ كل هذه موجودة ويمكن أن تكون سبب هذه التناقضات للسيد باتيلي. ولكن أقول أن السيد باتيلي إذا كان هو دبلوماسي وأفريقي ولديه شرف هذه الوظيفة، وظيفة ممثل الأمم المتحدة، عليه أن يصارح الجميع، عليه أن يعلن عن الأجندات الخفية التي يعرفها جيدا وينسحب من المشهد. أما أن يتلاعب بنا، يوم يقول يجب تغيير الحكومة ويوم آخر يقول لا، ليس هناك مجال لتغيير هذه الحكومة، معنى ذلك ونفهم من ذلك أن أمد الحكومة سيطول وأن الاستقرار لن تشهده ليبيا ولن تشهد انتخابات، خصوصا مع وجود حكومة عميلة يقودها عبد الحميد البيبة الذي مستعد أن يبيع ليبيا كلها لتركيا حتى تبقيه على السلطة في طرابلس، وأن يستمر في النهب الممنهج لأموال ليبيا وأن يبيع كل تراب ليبيا للاستعمار التركي المباشر الجديد الذي رأيناه في ميناء الخمس عندما رهنه 99 سنة للأتراك وباعه بأرخص الأثمان للأتراك لتكون لهم قاعدة عسكرية في قلب المتوسط يستطيعون من خلالها بسط النفوذ التركي وبسط المصلحة التركية على حساب مصلحة ليبيا العليا. طيب كلام مهم وفي نفس الوقت خطير، وممكن أن يوقف الفرقاء الليبيين ليتوافقوا حتى لا يكون الحل خارجي وحتى لا يكون التراب الليبي ساحة صراع بين الأطراف الخارجية. أعود مع سيد خالد ترجمان. سيد خالد ترجمان، تحدثنا عن تناقضات في تصريحات باتيلي، وهذه المرة باتيلي في الحوار الأخير الذي أجراه أشاد بدور محمد المنفي في وضع آلية ليبية للإشراف على أنفاق الدولة، لكنه لم يتطرق لدوره السياسي أو عن اعتماده عليه ليكون وسيطا في الأزمة بين الأطراف الرئيسية، عكس فحوى الإحاطة التي تضمنت الكثير من الرسائل والتي تؤكد اعتماد باتيلي على المنفي بشكل الكبير. هل غير باتيلي برأيك موقفه من المنفي، وهل تعرض السنغالي ممكن لأي نوع من الضغوطات بعد الإحاطة الأخيرة؟ على كل حال، على الأقل بالنسبة لي القناعة الأساسية أن باتيلي عبارة عن مرآة عاكسة لتسلط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على القرار الأممي في ليبيا. أصبحت الآن روسيا كما يقال حصان أسود ولاعب مهم بالنسبة للقرار في ليبيا، وبالتالي لم تعد الأمور كما كانت في السابق. ولعل نعود بك سيدة زينة إلى الاجتماع الذي طلبه السيد
المندوب الروسي في مجلس الأمن واجتمع بهذه الدول وأعلن بوضوح وصراحة بأن الحل في ليبيا لابد أن يكون من خلال التواجد الروسي في أي حل أو في أي إجراء قادم بالنسبة لليبيا، بأن روسيا لم تعد لاعب هامشي أو غير مهم، على العكس روسيا أصبحت لاعب مهم. الزيارة الأخيرة لنائب رئيس وزير الدفاع الروسي قبل مقتل يوغين بيوم فقط تعطي دلالات معينة في هذا الإطار، تعطي دلالات كذلك على الحديث الذي أدلى به الآن سيد باتيلي بشأن الحكومة وأن يمكن دمج الحكومتين، وهذا الاقتراح حدث عديد من المرات أن يتم دمج الحكومتين والعمل كذلك على مسألة أخرى وهي غاية الأهمية. هذه المسألة تتعلق بالوضع التركي الروسي الأمريكي في الجنوب. الجنوب الآن ربما هي بعد لحظات انت ستتطرقين للموضوع، ولكن هذه المواضيع لها علاقة بما تحدث به باتيلي. باتيلي الآن يعلم تماما أن القوات المسلحة العربية الليبية، الجيش الليبي لم يعد عبارة عن رقم في هذه المعادلة، بل أصبح الأمر أو الرقم الصعب للغاية في هذه المعادلة، وربما يذهب الجيش الليبي بعيدا بعد حماية الحدود الجنوبية، وسينجح في ذلك بدون شك، لأن هذا الأمر مدروس من خلال خطط عسكرية ومن خلال عمل منظم يقوم به الجيش الوطني الليبي، وبالتالي لن يكون الأمر بعيد عن كذلك التعاطي مع الميليشيات بشكل آخر، بشكل أكثر وضوح وأكثر حسم هذه المرة، إذ لم يجد العالم حلا كما يقول باتيلي الذي تخلى حتى عن مسألة هامة للغاية وهي اللجنة رفيعة المستوى التي يهدد بها مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة. هذه اللجنة لم يعد يذكرها على الإطلاق، وبالتالي المستجدات لدى باتيلي عديدة وكثيرة ومتلاحقة، وبالتالي انقطعت أنفاسه وهو يحقق هذه المستجدات لنرى منذ قبل الإحاطة، والجميع كان ينتظر أنه سيفجر قنبلة، وهذه القنبلة بالتأكيد الحديث عن اللجنة رفيعة المستوى وإبعاد مجلسي النواب والمجلس الاستشاري عن المشهد، ثم بعد ذلك وجدنا إحاطة يعني مهلهلة، إحاطة لم تلملم أطراف الموضوع حتى، وبعد ذلك الآن هذه التصريحات التي نراها، ربما الاجتماع وأحدث طرابلس هي التي ممكن غيرت الإحاطة. نعم، وما كان سيقول التغيير. أكيد كنت أشرت منذ قليل سيد خالد ترجمان إلى العملية العسكرية في الجنوب، بهذه النقطة أذهب مع الدكتور عبد الباسط. دكتور عبد الباسط، من أهم تصريحات باتيلي الأخيرة أنه قال استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها. هذا التصريح يأتي بالتزامن كما كنت أقول مع التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية الليبية مع تشاد منذ منتصف أغسطس الجاري تقريبا، حيث أعلنت قوات القيادة العامة يوم أمس عن إطلاق عملية عسكرية في الجنوب. هل تتفق مع باتيلي في هذه النقطة أن السلام ليبيا سينعكس على المنطقة بأسرها دكتور عبد الباسط؟ لا أتفق على الإطلاق، حتى من خلال عمقنا وبعدنا السياسي في التحليل، يعني بتغير الجغرافيا ما هو محيط الآن بنا من الأحداث الحرب الأوكرانية الروسية إلى وضع السودان إلى المطبخ السياسي كذلك في تونس. أنا تكلمت على الاصطفاف، الاصطفاف ليس محلي، عندما يكون الاصطفاف محلي كذلك يتبعه إقليمي كذلك يتبعه دولي. علينا التجرد والتحول بأنماط تفكيرنا إلى المستقبل أو إلى ما كنا عليه في الماضي اللي مليء بالتشوهات، يعني خضنا معارك سواء كانت على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، وأصبحت كلها تلقي بظلالها على 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 الوضع اللي مع وضعنا الهش السياسي سواء في العمق السياسي في التفكير السياسي في الفلسفة السياسية في هذا المثلث بين مجلس النواب والدولة ودخول المنفي الآن
على 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 المثلث. أين نجد الضالة في التحليل السياسي؟ والوضع في المنطقة ملتهب. فرنسا، السودان، روسيا، كذلك الصين على الوضع الاقتصادي. هذه كلها التحركات الآن من أم لرانب ويتكلمون على الحدود الليبية. يعني إلا في 2023 الحدود وتهريب وهجرة ومتاجرة بالبشر في 23 فقط. يعني هل استوت ما قبل 23 حدودنا الجنوبية أو الشرقية أو الغربية؟ لا على الإطلاق. صحيح. على الإطلاق. طيب. يعني أنا نبحث عن انتماء وهوية للوضع الكامل من خلال الساسة. لا يوجد لدينا لا بيانات ولا إحاطات. يعني حكومة نائمة في السبات. كذلك كل من يتصدر المشهد لا يجد له حتى كلمة. طيب. يطمن بها الشعب الليبي. يعني بالفعل دكتور عبد الباسط، يعني الجنوب به أيضا مجموعات تهريب البشر، الجريمة المنظمة، العناصر المتطرفة وغيرها منذ زمن وليس الآن. أذهب مع السيد كامل المرعار. سيد كامل، وزير الداخلية في حكومة الوحدة عمادة طرابلسي أكد في آخر تصريح له أن الجيش الليبي، ويقصد هنا القيادة العامة، ستقوم بعملها وتؤمن الحدود بغض النظر عن أي انقسام، لأن هذا عمل وطني يعتبره لا يقتصر على حكومة دبيبة، لكن يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة وفق تعبيره. برأيك هل من الممكن أن نرى عمليات مشتركة وتنسيق للجهود بين القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها ليبيا برأيك؟ يعني دعيني أولا أوجه كل الاحترام والتقدير وكل آيات الود والفخر والاعتزاز بقوات الجيش الوطني العربي الليبي التي تسطر البطولات في جنوب ليبيا العزيز، وتطرد منه العصابات المجرمة التي تمركزت هناك لعقد من الزمن دون أن تحرك حكومات طرابلس أي ساكن لمعالجة هذه الأوضاع وهذا الغزو الذي حصل في أم لرانب وفي غيرها من مناطق جنوب غرب ليبيا، وحتى أصبحت هذه المنطقة منطقة تخرج عن أي سيطرة. هؤلاء الجنود والضباط هم من يسطروا شرف ليبيا، وهم الذين يستحقون كل الاحترام الود وكل المحبة. دعيني أقول أيضا الخزي والعار والشنار على العصابات التي تحكم طرابلس والتي قتلت منذ أسبوعين أكثر من 56 مواطن في ليبيا للقتال على مناطق النفوذ والنهب والسلب. الخزي والعار على ما يسمى أيضا بالمجلس الرئاسي ظلما وعدوانا. هذا المجلس المختري، هذا المجلس العميل الخائن الذي لم يفعل شيء. الخزي والعار على ما يسمى ايضا قيادة الاركان. لم نرى سيد الحداد على حدود ليبيا بعد شان. لم نرى سيد الحداد على حدود ليبيا مع النيجر. طيب سيد كامل، أعود معك بهذه النقطة بعد قليل بخصوص موقف حكومة الوحدة الوطنية، وحسب ما كنت تتحدث عن المجلس الرئاسي وعن كل هذه النقاط، فقط بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في هذا المساء نناقش الآن العملية العسكرية التي تقوم بها القيادة العامة في الجنوب الليبي مع ضيوفنا، كل من السيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات السياسية، دكتور عبد الباسط المصراتي الأكاديمي والباحث السياسي، والكاتب الصحفي السيد كمال المرعاش الذي أعود معه. سيد كامل، كنت تتحدث عن موقف حكومة الوحدة الوطنية من هذه العملية العسكرية، تحدثت عن المجلس الرئاسي، تحدثت عن رئاسة الأركان الذين قلت إنهم لم يحركوا ساكنا بخصوص هذه العملية العسكرية. تفضل. نعم،
نعم، يعني أنا سأكمل مسلسل الخزي والعار على هؤلاء الذين يتحكمون في العاصمة طرابلس والذين يتقاتلون على مناطق النفوذ فيها. الخزي والعار على غناوة، الخزي والعار على ما يسمي نفسه وزير الداخلية. لماذا لم نرى السيد وزير الداخلية بميليشياته هناك على أرض المعركة؟ هل يريد أن يتفاخر بقوات الجيش الوطني الليبي وهو تحت حكومة لا تعترف بالجيش وتعرقل ميزانيات الجيش؟ ولكن سيد عماد الطرابلسي في آخر تصريح يقول الجيش الليبي، وقصد بهذا التصريح القيادة العامة. سيد كامل، يعني اعترف اليوم بالقيادة العامة وبالجيش الليبي. ولكنه وزير داخلية. نعم نعم نعم، وهذا هو التناقض. هو وزير في حكومة الدبيبة، حكومة الدبيبة التي تمنع الرواتب عن الجيش، التي تمنع الرواتب عن ضباط الجيش. ولربما بهذا التصريح سيد كامل المرعاش نرى اليوم ممكن تعزيز من حكومة الوحدة الوطنية للقيادة العامة في هذه العملية العسكرية، نظرا للمساحة الشاسعة التي تمتد عليها الحدود، كما كنت أقول في بداية الحلقة، تقريبا 1800 كيلومتر هي حدود ليبيا مع كل من تشاد والنيجر و يعني السودان. اليوم برأيك، وأنت تتحدث عن الجيش الليبي الذي يقوم بهذه المهمة، برأيك هل له من الإمكانيات الكافية يعني السيطرة على كل هذه المساحة الشاسعة من الحدود؟ هل يملك حفتر اليوم الإمكانيات الكافية لخوض مثل هكذا عملية؟ أنا كنت أتمنى أن أقول هذا الكلام، ولكنني عندما أرى الأعمال ولا أرى الأقوال. عندما أرى سيد عماد الطرابلسي ببدلته العسكرية وهو يقاتل المتمردين التشاديين الذين يقاتلون على أرضنا ويحتلونها، سأحترمه. عندما أرى سيد غناوة ينتقل وقوته الجبارة في طرابلس إلى هناك، إلى أرض المعركة، إلى أرض الشرف، سأحترمه. عندما أرى السيد محمود حمزة يذهب إلى هناك ويقاتل من أجل تأمين الحدود الليبية، سأحترمه. عندما رأى السيد الحداد يذهب ويشرف على العمليات العسكرية هناك، سأعتبره قائد أركان. عندما يذهب كل هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون في طرابلس على مناطق النفوذ، يذهبون إلى حيث شرف ليبيا وسيادتها وأرضها المنتهكة، سوف ينالون منا كل الاحترام. طيب، ولكن هذا لم يحصل إلا من تصريح في كلمات. نحن نريد أفعال ولا نريد كلام. طيب، بنفس الفكرة أذهب مع السيد. كان يمكن أن تسبقه، أن يذهب هو ونفسه وميليشياته إلى الجنوب. إذن نحن نريد أفعال ولا نريد أقوال. ما رأيناه هو رأينا يومين فقط للعملية العسكرية تقريبا، ممكن في الأيام القادمة لعل وعسى نرى تعزيز ودعم من حكومة الوحدة الوطنية. أذهب بنفس الفكرة التي كنت تتحدث عنها سيد كامل مع سيد خالد الترجمان. سيد خالد، اللواء طارق بن زياد كلف بتأمين مدينة سبها، برأيك هل الخطوات التي اتخذتها هذه القوات للتصدي للتهديدات الأمنية في المنطقة كافية وتستطيع تغطية كامل المساحة الحدودية التي كما ذكرت أنها شاسعة جدا؟ وهل تملك القيادة العامة العتاد الكافي لمواجهة العصابات على أراضيها لوجستيا واستخباراتيا أيضا؟ مرحبا سيدة زينة مرة ثانية. على كل حال، ليس اللواء طارق بن زياد هو الذي توجه في الجنوب. هناك الكتيبة 173 مشاة، هناك الكتيبة 128 كذلك. هذه الكتائب بالإضافة إلى سبل السلام، هذه كلها عاملة في الجنوب وتتواجد في الجنوب، وهي التي وضعت اللمسات الصحيحة والأولى لتحديد مناطق تواجد هذه القوات، القوات التي تتواجد في أودية صعبة بين الحدود الليبية التشادية والليبية النيجرية والليبية السودانية كذلك، وتمتهن بالأساس التنقيب والبحث عن الذهب. هذه العصابات المسلحة والتي أوجدت لنفسها مقرا أساسي تسكنه وعائلتها، وهي الإمارات الصينية والفيلا الصينية في أم الأرانب.
هذه مسألة توطين كاملة لهذه العصابات ولهذه المجموعات. وبالتالي قرار القيادة العامة للقوات المسلحة ليس وليد فقط استغلال الظروف التي تعيشها المنطقة. صحيح أن بدون شك عملية عسكرية تم تقديرها وتم العمل على إطلاقها في وقت هناك انقلاب عسكري في النيجر وهناك تهديدات أمنية للنيجر، هناك قتال في تشاد ما بين المعارضة وما بين دبي والسودان، نعلم ما الذي يحدث في السودان ما بين حميدتي والبرهان. كل هذه الأمور جعلت من ليبيا وكأنها منطقة إمداد خلفي لهذه المجموعات. وبالتالي أنا أعتقد أن القوات المسلحة وجدت أن هذه فرصة هامة وذهبية للتخلص من هذه الجماعات التي تعيد فسادا وتكاد تؤكد على أنها ستستوطن مرزق وأم الأرانب وغيرها من المناطق المتآخمة لحدود النيجر وتشاد والسودان. ولهذا الأمر كان الكتيبة 173 بقيادة اللواء المبروك سحبان وكذلك 128 بقيادة الضادمة متواجدات في هذه المنطقة، كذلك سبل السلام متواجدة، لواء المجحفل طارق بن زياد الآن هو الذي أصبح رأس الحربة لهذه القوات كلها ودخلت من محاور عديدة. تم عمليات إبرار وعمليات إنزال جوي خلف خطوط هذه العصابات سواء من اتجاه السودان أو اتجاه تشاد، وتم القضاء على العديد من هذه البؤر المتواجد فيها هذه المجموعات. ولكن هذه البؤر أيضا ما زالت، وهنا نتساءل عن إمكانية وقدرة القيادة العامة لوجستيا واستخباراتيا على القضاء على كل هذه البؤر. سيد خالد ترشمان، القوات المسلحة العربية الليبية خاصة بعد فرصة وقف إطلاق النار بعد التدخل الأفريكوم عندما كنا على تخون طرابلس وعودة القوات المسلحة لحماية المناطق الحدودية النفطية، أقصد هنا سرد الجفرة، تم ولعلكم رأيتم ذلك بيوم عيونكم في الاستعراضات التي تمت خلال الفترة الماضية، هناك كثير من الضباط والجنود أخذوا دورات متقدمة في كثير من الدول الصديقة، هناك عمليات مناورات على أعلى مستوى بالطيران بالأسلحة بالدبابات في كل هذه الأنواع. لماذا كل ذلك؟ كان تعبئة وكان تجهيز لما نقوم به الآن في الجنوب عندما يتم السيطرة بهذا الشكل يا سيدة زينة على الجنوب. ستكون هناك الكثير من التداعيات كذلك ستقع على مناطق غرب البلاد وعلى المدن. الشمال أكيد. أكيد. بالتأكيد. أكيد. أعود مع أكيد أعود مع الدكتور عبد الباسط. إذن دكتور عبد الباسط، ونحن نتحدث عن الخطر الذي من الممكن أن يتسلل عبر الحدود، نوعية الخطر هذا يأتي إجمالا من جماعات غير نظامية وعصابات مرتزقة بخليط من الجنسيات أبرزهم الفاغنر والجنجويد، وهذه المناطق كما تعلم لا تمثل أهمية للأمن القومي الليبي فقط بل هي مناطق نفوذ أوروبية أيضا وتحظى حتى باهتمام أمريكي. هل سنشهد برأيك تواجد دولي أو دعم دولي للجهود الليبية في مواجهة العصابات المسلحة الأجنبية؟ بكل تأكيد أعتقد المناطق اللي خارج نفوذ السلطة في منطقة غربية لا يوجد سلطان عليها حتى يتم محاربتها مثلا أو التجهيز إليها، ولكن حسب تصريحك الآن حسب ما أردت لي أن وزير الداخلية قام وزك هذه العملية أكيد لما يراه من قطر يداهم المناطق الجنوبية ويتسرب إلى حتى مناطق الشمال يعني. وأعتقد أن فاغنر أتت باتفاقية مع حفتر، هذا الكل يعرف ذلك في بعض حتى من حركات التمرد والجنجويد والتشادية كانوا يحاربون على تكون طرابلس، وأعتقد هذا كل شيء موثق. وأعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية اللي متمركزة في مناطق الغرب ليس عليها سلطان سواء على المنطقة الشرقية أو على المنطقة الجنوبية. وأعتقد أن قيادة الجيش لم تتوحد، وتكلمنا عن التشظي وعن الهوة وعن الفجوة التي
تعمقت الآن بسبب السياسي أو الأمني أو العسكري، حتى أصبحت أراضي ليبيا بالكامل مستباحة من عدة منظمات. هذا ما نعلمه، وهناك من لا نعلمه يعني. فأصبح مناطق النفوذ والقوة والمقاومة يعني محلية إقليمية دولية، ومناطق الآن بما يسمى الماء الدافئة من شمال أفريقيا لا عند الاتحاد الكونفدرالي اللي شكلته روسيا، بداية السودان ونهاية أريتريا، والتدخل الفرنسي السافر الآن الذي يهدد بضربات جوية على النيجر، هذا واضح جدا. الاتفاقية الجزائرية مع روسيا هذه واضحة جدا. هذه كلها تحركات غيرت الجغرافيا وغيرت التاريخ الجغرافي بما يسمى الديموغرافيا الحديثة، وتغير نظام العالم الجديد في المنطقة. يعني ليبيا ليست بمنأى عن هذه الجغرافيا. ليبيا تعتبر ارتكاز بوابة رئيسية لأفريقيا، وكذلك بوابة تعتبر في الخاصرة الجنوبية لإيطاليا. ونعرف تحرك جورجيا ميلوني رئيس الحكومة الإيطالية لدى ليبيا ولدى تونس وكذلك لدى الجزائر، حفاظا على الأمن القومي لديها، وحفاظا على الاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة المنطقة الغربية فيما يخص الطاقة والغاز. هذه كلها تعتبر أعتقد أن هي مؤشرات ومآلات لما يحدث الآن من المنطقة، وتعتبر المنطقة الآن زادت سخونتها وزاد تحركها. يعني هذا بالتأكيد أن يلقي بظلاله على كافة استقرار ليبيا من الشرق والغرب وكذلك الجنوب. أكيد. في هذه النقطة أمر مع سيد كامل المرعاش. سيد كامل، رئاسة تشادية تعلن زيارة محمد إدريس ديبي لشمال المنطقة الحدودية مع ليبيا بعد أنباء عن توغل عناصر من المتمردين التشاديين إلى داخل الأراضي التشادية قادمين من ليبيا. هل من الممكن أن نشهد حرب أهلية تشادية على الأراضي الليبية، خاصة في ظل ما تمر به دول جنوب الصحراء والساحل الأفريقي من توترات سياسية وأمنية في الأشهر الماضية؟ وأعتقد أن الحرب الأهلية في تشاد قديمة، وهناك حركة معارضة وتمرد في شمال تشاد، هذه مسألة تاريخية ومعروفة، وكانت تأثيراتها وتداعياتها على ليبيا منذ وجود القوة الثالثة أو ما يسمى بالقوة الثالثة من مفراتها، والتي كانت لديها علاقات مباشرة مع حركة التمرد في تشاد، واستثمرتها بل وشاركت معها في ضرب قوة أخرى في جنوب غرب ليبيا للسيطرة على المنطقة. إذا تاريخيا المتمردين التشاديين وجدوا فرصة في ليبيا وقواعد خلفية، وتم ضربهم أكثر من مرة من قبل الطيران الفرنسي حتى في عهد الرئيس زيد جبي، والآن تعاود الكرة فرنسا من أجل الحفاظ على قواعدها العسكرية في تشاد، وتتخذ موقف أيضا معارض للمتمردين. وهذه المرة وجدت قوات الجيش الوطني الليبي الفرصة في ضرب وإنهاء وجود هذه العصابات الشرسة المتمردة في تشاد. نحن نقول ليس لدينا علاقة بتشاد، من يريد أن يعارض النظام التشادي عليه أن يحاربه في الأراضي التشادية، وأن لا يتخذ الأراضي الليبية منطلقا له. كذلك الأمر بالنسبة للنيجر. لكن بكل أسف حكومة دبيبة وزيرة خارجيته لم تقل كلمة واحدة على هذا الصراع المحتدم وما حصل في النيجر. تصريحات هزيلة ومريضة وأقول عميلة لأحد أعضاء المجلس الرئاسي الذي يتكلم عن الرئيس الشرعي للنيجر، ونسى أنه هو ومجلسه الرئاسي لم يأتي عن طريق الشرعية بل فرض على الليبيين فرضا. طيب. ثم ما علاقتنا نحن بالنيجر؟ لماذا نعادي الشعب النيجري الذي يريد تغيير حكامه؟ نحن لسنا معنيين، نحن معنيين فقط بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وألا تكون هناك انعكاسات خطيرة أكيد لأي صراع عسكري يحصل في هذه الدول، مثل ما حصل في السودان ومثل ما يحصل في تشاد. لا نريد أن تفتح لنا جبهة في جنوب
ليبيا. أكيد. وهذا كل هذه الأمور المجلس الرئاسي عليه أن يراجع حساباته ويراجع تصريحاته حول ما يحصل في النيجر. عليه أن يهتم بليبيا وأن يترك النيجر لأهلها وشعبها. هم طيب بهذه النقطة سيد كامل المرعاش أعود مع سيد خالد الترجمان. سيد خالد، بعد التوتر الدول جنوب الصحراء والنيجر والسودان، أصابع الاتهام أصبحت تتجه نحو روسيا التي قال مراقبون إنها ستحاول زعزعة النظام في تشاد المحسوبة على فرنسا، حيث أن الأخيرة تمتلك أكثر من 6 قواعد عسكرية تقريبا في تشاد، وهي الحليف الاستراتيجي لفرنسا في المنطقة. هل تتفق أن فاغنر وراء ما يحدث في تشاد سيد خالد؟ ربما الفاغنر فيما سبق، الآن ماذا سيكون بعد قتل وفاة بريغوجين، وفاة رئيس الفاغنر ومؤسسه كذلك معه ونائبه، ما الذي سيحدث؟ هنا هو التساؤل، لأن الفاغنر بشكل من الأشكال كانت وفقا لرؤية استراتيجية روسية صينية لإخراج الكثير من الدول الغربية، ليس فرنسا فحسب ولكن الكثير من الدول الأوروبية من المشهد الأفريقي، وتغطية هذا الفراغ أو ملء هذا الفراغ أمنيا وعسكريا من قبل روسيا واقتصاديا من خلال الصين. هذه لعبة يلعبها الاثنان، وربما الاجتماع الذي وصل جعل بوتين يبقى في بكين أكثر من 5 أيام نتج عنه ما نرى الآن، الحرب الأوكرانية، التوترات مع الصين وتايوان، كذلك ما يحدث في أفريقيا هو جزء من السياسة القادمة لروسيا. وبالتالي قد لا يكون فاغنر، قد يتغير هذا الاسم، وخاصة الآن بعد أن طلب منهم القسم للولاء للجيش الروسي وكذلك الانضمام رسميا للقوات الروسية، قد يكون هناك تغيرا في هذا المشهد. الأهم من كل ذلك هو التصريحات الأمريكية بأن الجنوب الليبي مهمش، الجنوب الليبي يحتاج إلى دعم، الجنوب الليبي لابد من العمل على مسألة توزيع الثروات النفطية بحيث يتم بالفعل إنشاء مناشط اقتصادية حقيقية في الجنوب كي يسهم في تطوير الجنوب. الجنوب الآن نحن نرى أن هناك عمل مكثف من الاستثمار العسكري في شق الطرق ما بين البركات و إسين وهي الحدود الجزائرية، ما بين في طريق سبها وطريق غات. الآن تم إجلاء كافة الأسر التشادية المعارضة التشادية والتشاديين من عمارات الصينية، ومباشرة بدأ العمل على إنجاز إكمال هذه الفلل والعمارات لتجهيزها لتسليمها لمستحقيها من المواطنين الليبيين. هذا الأمر من المهم حتى لا يكون هناك إحلال ديموغرافي في جنوب ليبيا، والعمل على ما طيب سيد خالد، فقط نقطة أخيرة أختم بها مع الدكتور عبد الباسط المسراتي، وهي أن البعض يقول أن توقيت إطلاق القيادة العامة للعملية العسكرية هذا جاء بعد زيارة الوفد الروسي الرسمي لأول مرة لبنغازي، وهناك من اتهم حتى المشير خليفة حفتر بتلقي أوامر من روسيا. كيف تقرأ هذا الطرح دكتور عبد الباسط؟ جاء بعد تصحيح مسار بعد وفاة يفغني بريغوجين رئيس الشركة وقسم الولاء لتلك المتمردون بما يسمى بالفاغنر، التي كتبت صحيفة روسية ما قامت به فاغنر عجزت عنه الدول العظمى. أمام التصريح، الساحل الأفريقي بقبضة روسيا بعد إحكام السيطرة على النيجر وسقوط مدوي لفرنسا، هذا ما كتبته إحدى الصحف الروسية أمامي. والآن يجددون في الولاء والطاعة لما يسمى بحفتر، وبعدها انطلقت العملية الروسية باتفاق مع بوتين لتعجيج الوضع في مناطق الجنوب الليبي بحجة أن هذه المناطق تحت السيطرة. لا، بالعكس، الذي يدعم أحمدتي وحركات التمرد في السودان وفي تشاد هو حفتر، ومن أتى بحركات التمرد وإيطانهم واستوطانهم في منطقة الجنوب الليبي
هو حفتر الآن يدفع ما دفعه مثل ما كان يدفع بهم إلى جنوب طرابلس ووصل إلى بعد مرمى حجر. دكتور عبد الباسط، في الحقيقة يطول النقاش في هذه النقطة، لربما نعود إليه في حلقات قادمة. دكتور عبد الباسط المصراتي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا للسيد كامل المرعاش الكاتب الصحفي، والسيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم. ونحن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذا المساء لهذا اليوم، نلتقي في مواعيد لاحقة. إلى الملتقى.